السلام عليكم شبيخنا تصوت على رسالة تي في كما شفتم على هذه المباشرة هذا مصمدين في الدار البيضاء نشوفوا الحرق مهول اللي في الدار كلها لأحسن عوالة الناس هادو حرق كاين من هذا الشرجم هذا وفي نفس الوقت من الجهة الأخرى يعني الأبارتومون كلها هنا في شارع محمد السادس كارثة عظمى الله يفرج على هاد الناس هادو الله يحفظهم ويحفظ الوليدات ديالهم ويحفظ كاع الناس اللي ساكنين في هاد الموبيل هذا هادشي راه مريسكي لا إله إلا الله كما تشبهوا معنا متابعينا في صوت على صوت تي في حضور الوقاية المدنية ورجال الأمن هنايا حضور ديالهم اللي تشاهدوا معنا نرى لا حول ولا قوة إلا بالله مثل شوفوا بحال الحريق هذا هنا في شارع محمد السادس بدرب السلطان يعني راه لا إله إلا الله الله يحفظ هاد الناس هادو ويحفظ العائلة ديالهم ويحفظ الوليدات إلا كانوا ولا العائلة كلها إلا كانوا تنشوفوا الحريق واحد الطريقة كبيرة من هنا ومن داخل ديال الموبيل يعني راه لا إله إلا الله رجال الوقاية المدنية دايرين الجهد ديالهم مشاو دخلوا من الداخل باش يحاولوا يطفيوا هاد النيران هادي باش يحاولوا يطفيوا هاد الحريق هذا باش ما يتسببش واحد الكارثة عظمى هنا هاد الشيء في شارع محمد السادس يعني راه لا إله إلا الله الناس مساكن تيغوتوا تصور الجيران تيغوتوا الجيران كلهم تيغوتوا حضور الناس ديال الأمن تا همايا دايرين قايمين بالواجب ديالهم شو مساكن تخنقوا دابا هنا بعينهم غير هادي لا حول ولا قوة إلا بالله الله يحفظ الناس هادو يحفظ العائلة ديالهم وجينا نشوفوا الحرق مازال تزاد من الداخل ديال الموبل مازال الحرق تزيد يكبر نطلبوا من الله عز وجل يحفظهم ويحفظ الوليدات والعائلة كلهم الناس كاع اللي ساكنين في هذا الموبل هذا نطلبوا من الله يحفظهم حيت حرق نتيجة لغفلة وتكون القضية مزموطة تكون مريسكية يعني الواحد ما يمكنش يجي وي يطلع يطفي هاد العافية هادي راه ما يمكنش يديرها ما عندوش كيفاش يدير يعني تكون واحد الكارثة بحال هادشي هادو مريسكي أنا بيك باش يسعدو الشقة الحق أنا الحارق هذا مازال غادي يتزاد الطاقة المدنية كاميو واحد ما قالش خسرون فورم هنايا يجي كاميو اخر باش يحاولوا يعتقوا الموقف بلومبيلونس يعني باش يحاولوا يعتقوا هذا الموقف هذا ما تبقاش بحال هكا باش زعما تسبوا بشي كارثة اخرى يشوفوا الجيران كلهم مخلوعين الله صراحة هاد الناس هادو الله يحسن عوانهم هنايا راه لا إله إلا الله شوف ساكن واقفين غير في الباركو باش يعتقوا الموقف وشوف مساكن الناس ديال الوقاية المدنية تاهما قايمين بالواجب ديالهم ولكن خسرهم فورم باش غيديروا هاد الحريق هذا راه لا إله إلا الله العافية مازال مطولة الله يحفظهم ويحفظ إلا كانوا شي عائلات ولا شي وليدات الله يحفظهم هادشي اللي غنطلبوا ليهم والله العظيم باش تشوف الكارثة عظمى مازال تزيد تعطي العائلة كلها خارجة كلشي خارج الباركو كلشي مزاحم راه لا إله إلا الله وصافي الله يحسن عوان الناس هادو الله يحسن عوانهم نطلب الله يحفظهم ويحفظ العائلة ديالهم ويحفظ الوليدات ديالهم ويحفظ كاع الناس اللي كاينين هنا نطلب الله يحفظهم نشوف الناس هنا يا ولدي كارثة لا إله إلا الله كارثة القائمة المدنية تنشوفوا الغالي في الأمر عاوتاني كاين كاميو واحد ما قادش خاص على الأقل يكون واحد ثلاثة ويكونوا السلالم إذا كانوا الناس متبعين هذا المباشر هذا يحاولوا يتواصلوا مع الناس ديال الوقاية المدنية باش يعتقوا الموقف ما يبقاوش ساكتين بحال هكا راه الله يحسن العوان أنا الزربة العلوان ما درتوش حيطنا دخلنا قمنا بالواجب المهني ديالنا باش نعلمو ونشوفو اشنو فيه كل واحد حق عبد الحق اجي اجي ركالي جد نسيب والله يحسن عوانهم والله ما جان غادي وجد زاد انا غنشوف بحال هكا لا حول ولا قوة الا بالله الله يصبر هاد الناس هادو نطلبهم الله عز وجل يجي من جهتهم وصافي هادي ريزيدونس اللي مقية هنا في درب السلطان كيما تتشبهوا معانا بصراحة الله يصبرهم إلا كانوا هاد الناس هادو الله يصبرهم
صراحة نطلبوا من الله عز وجل يحفظهم ويكونوا الناس أمان ويكونوا الناس حتى واحد ما مقيوس حتى واحد ما مأذي. نطلبوا من الوقاية المدنية اللي كانوا في السماء يحاولوا يدخلوا على الخط ويتزادوا رونفورم هنايا باش يحاولوا يعتقوا هاد الناس هادو ما يبقاوش في هاد الحالة هادي. صراحة هاد الناس هادو راه الله يحسن عوانهم وهنا قضية مزموطة يعني كيفاش غيديروا حتى غيهبطوا يعني وخا الجيران ديالهم كاع يبغوا يحلوا لهم تتكون القضية مريسكية. والناس ديال الوقايه المدنيه تيجيو بواحد بواحد نورمالمون خاص الكاميوات يجيو باش يحاولوا يعتقوا هاد الناس هادو من هنا باش ما تسببش شي كارثه اخرى اللي غادا تكون شي كارثه عظمى. خدت العافيه لداخل الدار العافيه طفات ما بقاش شاعله ولكن باقي ديك السخونيه دابا خصو قال لك تبرد باش نضربها ثاني بالماء باش تفرن وحده حيت ما كاينش حل. والله دابا نجيبوا الناس مساكين خارجين من الباركورا مساكين سمعتكم من الاولين. وانت دابا حنا الدار عندنا الدار عندنا من حد فوق مرامو هي الفوقانية طالع ثاني الدخان. لا اله الا الله لا اله الا الله دابا خص الدخان هذاك يتحيد خص ما عتقوا الموقف على الاقل على الاقل عتقوا غير الناس يخرجوا هذاك هو الاساس عندنا. كما تتبعوا معنا متبعي قناة صوت على رسالة تي في المباشر هذا والله العظيم الشد الجدر في الخاطر نطلبوا من الناس يحاولوا يعتقوا الموقف الناس ديال الوقايه المدنيه. السيد قال لك انا فوق منهم يعني السيد ملي تيكون فوق منهم راه خاصهم يعتقوا الموقف باش ما يسببش شي كارثه اللي تكون عظمى اللي تكون شي حاجه اللي كثيره هنايا. الناس ديال الامن كلهم الحضور ديالهم هنايا يعني نطلبوا من الله يحفظ هاد الناس هادو. صراحة تصور دابا الابورتومون جات من هنا ومن هنا شادة على الشارع وشادة في نفس الوقت على الموبل من الداخل. كاينين الموبلات هي ريزيدونس معروفة هنايا في شارع محمد السادس اللي أول ريزيدونس كانت هنا في عمرة مقطعة في دار السلطان اللي غانية التاريخ الناس كلهم تيعرفوها. هنا كاين السلطات المحلية السلطات الأمنية يعني جميع الأجهزة كاينين هنا باش يعتقوا هذا الموقف هذا ما يخليوش هذا الشيء هذا يتزاد حيت هذا الشيء إذا تزاد غيتسبب في كارثة عظمى. الاساس هو هاد الناس هادو نطلبوا من الله عز وجل ما يكون حتى شي واحد ما مخيوس حتى شي واحد ما مآذي حتى شي واحد ما طاري عليه شي حاجه. هذا هو الرباح كما تتبعوا معنا في قناه صوت العدالة تي في هذا المباشر مازال سير حاجه بعد يا ما طيح شي حاجه الله يحفظ بعد لا كاينين الناس لداخل. ماما رجع له. تشوفوا الناس ديال الوقاية المدنية مازال تيتزادوا مازال تيزيدوا رونفورم هنا باش يعتقوا الموقف باش ما تزادش الحريق هذا يزيد يشعل بواحد الطريقه اللي كبيره. اساس هو نطلبوا هاد الناس هادو باش الحمد لله هبط الحريق ماشي بحال اللي كان قبيله. صراحه الحريق هبط ماشي بحال اللي كان قبيله كان الحريق مجهد يعني راه لا حول ولا قوه. رجعوا الله لا عليكم شي حاجه ولا كما تتبعوا معنا متبعي قناه صوت عدالة تي في والله العظيم هذا الشيء اللي تيضر في الخاطر تقلب اسباب باقي ما عرفناهاش 100% غتكون بوطه او شارجو حيت الدار كلها شاعله فيها العافيه بدا تكون المنزل كله شاعل فيه العافيه. هاي السيده الداوه مسكينه اللي سخفات نرى الله يصبرها. الله يصبر هاد السيدة هاديك شو حارة كبيرة بعد
كما تتبعوا معنا. كيف ما تبدا؟ كتري 5 ايام هذاك عندي حتى من اليوم اللي هنا البارك ماشي بجوج كتري شو عاد تقول السيد يديوها في الباياس باش كيف ما تتبعوا معنا. صافي صافي عندك عندك تضرب قوة الميران باش يحاول يعتقد الموقف باش العافية ما تزادش تحاول يضرب بالميران واحد الطريقة بجهدة اللي معروفة الواقع المدني تديرها تحاول تديرها باش يحاولوا يعتقوا الموقف باش ما يبقاش هذاك الشيء يزيد يكثر باش يسيطروا عليه. إلا ما ضربش رون فورم ديال الماء مجهد راه ما يمكنش غتفق هذا الحريق هذا ضروري خاصهم يضربوه بواحد الجهد اللي كثير باش يلاه يطفى هذا الحريق باش ما يبقاش يزيد يتجهد ما يبقاش يزيد يعطي. اسباب كما تتسولوا الاسباب ديال هذا الحريق هذا تبقى علامة استفهام باقيين ما عرفناش المعطيات الكافية. احنا جينا مع الوقت اللي وقعت فيه الحريق يعني مجهولة الاسباب باقا مجهولة يعني يقدر كما بحال ديما يقدر يكون شارجور يقدر يكون بوطه صغيره عده حيتيات يقدروا يكونوا هنا تبقاو اسئله مطروحه يعني ما يمكنش غتحدد اشنو اسباب هذا الحريق هذا راه ما يمكنش غتحددو وكل تيصور بلا حتى شي حاجه تجي يصور في عباد الله لا حول ولا قوه الا بالله على الاقل ما نبينوش الوجه ديال الواحد كي لم تيكونش يبان ولكن انا اللي قافية هو هاد الناس هادو اللي هنا اللي كتشاهدوا امامنا متتبعين قناة صوت العدالة تيفي يعني كما تتبعوا معنا مازال الحريق طفاو تهمدوا عليه ولكن الناس يبداو يحطوا في لي باركو الصنادق والشراجم حاطين فيهم الصنادق نصيحه من عندي تحطوا في هذا الشيء هذا الشراجم ماشي اي حاجه تحطوها في الشراجم الشراجم هما المتنفس ديال هذاك السكن اللي نتوما فيه هو المتنفس ديال المنزل كله يعني باش تبقى حاطه فيه صندوق ولا مخبي فيه الصنادل راه حشومه راه حشومه هذا الشيء هذا المنزل ديما خصو يبقى نقي خصو يبقى مامن ما تكونش شي حاجه اللي شي حاجه اللي غادا تسبب كارثه اخرى حيت شنو هو المتنفس ديال هاد الناس هادو من غير الا خوينا برتما راه ما كاينش شي متنفس اخر يعني الا حطيتو الشراجم معمرتهم راه ما كاينش شي متنفس اخر هادشي بحال تيتزاد يتزمط. انا تنصحو حتى المواطنين يحاولوا يديروا احتياطات ويحاول اي حاجه شارجور ولا بوطه ولا اي حاجه يحاول يدير منها احتياط باش يبقى تبقى الكارثه كما وقعت دابا. نطلبوا من الله الناس هذا بعد الله يحفظهم يلاه عطيت واحد المراه مسكينه الله يحسن العوان ونطلبوا من الله تكون صحه جيده. متتبعي قناة صوت العدالة سات تي في كما تشاهدوا معنا هادشي هذا هيدا الله يعني تيضربوا الميران بجهدة باش يحاولوا يهمدوا الحريق خاص العافية تطفى باش يزيدوا اللي تيديروا البرودوي في هذاك الميران باش يحاولوا يطفى هذا الحريق هذا بس ما يزيدش يشعل مع السخونية باقا في السخونية في الدار راه ما يمكنش غتجيو تحيد السخونية. كما تتبعوا معنا متتبعي قناة صوت العدالة سات تي في غادي نخليكم إلى مباشر جديد إن شاء الله ولا نبقاو معاكم على المباشر باش نحاولوا نوضحوا لكم اذا كان شي معطيات جديده. Thank you.
صراحه هادشي دابا مازال تيدور في الخاطر، مازال نخرجوا نشوفوا لومبيلونس وهادشي هذا. يعني راه كيف تتبعوا معنا الناس ديال رجال الامن، الحضور ديالهم واجب، رجال الامن قايمين بالواجب المهني ديالهم، تحيه لهم، تحيه للناس ديال صراحه رجال الامن مع صلاح المشكل حضروا في البلاصه. والله العادي ماشي باش يعجبونا هنا في دار السلطان، ها هو مره كيديروا بحال ما شافوا والو، ولكن قاموا بالواجب. الناس ديال الوقايه المدنيه اللي عتقول الموقف باش ما تسبب شي كارثه اخرى، الحمد لله هبوا الحريق اللي شفت قبيله هنا، هبت ما بقاش الحريق شفت قبيله، شفنا قبيله هنا، الناس هبطوهم خرجوهم من الدار باش ما تجيش شي حريق اخر. صراحة تحية الناس ديال الوقاية المدنية، الناس ديال رجال الأمن، تحية لهم اللي همدوا على الحريق، ما خلوش الحريق يتزاد، ما خلوش الكارثة تزيد تكبر. غادي نخليوكم متابعين قناة صوت على راسها تيفي إلى مباشر جديد إن شاء الله، وتحية لكم.